واحنا بنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش هدية نبعتها للنبي أكتر من تنفيذ كلامه ووصاياه، لما قال لنا في الحديث الشريف: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. برحب مرة تانية بضيفنا الشيخ أحمد وفاقة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر. أهلا الله بك يخليك الشيخ. يا رب، كل سنة وحضرتك طيبة وأنت والسادة طيب. المشاهدين. يعني بهذه المناسبة العطرة اللي احنا يعني هنفضل على طول، احنا كل لحظة نحتفي بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف لنا أن نحتفي بمولده الشريف عليه الصلاة والسلام. ويعني كان سيدنا الإمام القسطلاني كما يقول في المواهب يقول: وليلة مولده خير من ليلة القدر. ليلة الميلاد الشريف هي خير من ليلة القدر، وذكر يعني عدة أوجه، في حوالي 3 أوجه في هذه المسألة. يعني فإحنا بنحتفي، واحتفاؤنا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان نعمة لهذا الكون، نعمة للوجود، رحمة للعالمين، ونحن كرمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أول ما أطالع في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن سيدنا النبي ده جاي حريص على هذه الأمة، والقرآن يقول لنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، منكم أنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. ده النبي كان حريص جدا جدا صلى الله عليه وآله وسلم، ما بيحبش اللي احنا نعمل الغلط، وكان يحثنا على كل خير، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. يعني ما في الشر إلا استغفر الله ما ترك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى أو سمع شرا إلا وحذرنا ونهانا عنه عليه الصلاة والسلام. ربنا بيقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من ضمن الرحمة بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني خير الناس أنفعهم للناس كما يقول عليه الصلاة والسلام. طب أنفعهم للناس بأي حاجة، يعني تنفعوا بعلم، تنفعوا بمال، تنفعوا بموعظة حسنة، تنفعوا بأن الإنسان ده يكون محتاج شيء، تعديه الطريق مثلا، تحاول أنت تدخل السرور، ضحكة حلوة حتى لو هو مهموم، ده من باب النفع. كان أحد الناس يا أستاذ دعاء بيقول، ودي سبحان الله قصة حقيقية، يعني بيقول: أنا ضاق بي الحال في يوم من الأيام، وكان كل اللي في جيبي 6 جنيه، مفيش تاني، بيقول هي 5 جنيه ورق، والجنيه برضه طلعت هو ورق يعني. فبقول: أنا معايا 6 جنيه ومش عارف أنا أصلا هكمل الشهر بتاعي إزاي، وأنا مهموم وحزين، ولقيت حد مقابلني حالته كرب، فبقول حاجة لله، فأنا بطلع أديله الجنيه، فطلعت الخمسة، فاتحركت، فكملت وقلت خلاص هي لله، يا خربانة خربانة يعني هنعمل إيه يعني. وأنا بقول وأنا ماشي وراجع أنا عمال أفكر يعني هعمل إيه، يا رب يا رب يسرها، ما تفضحناش قدام أهلي ومراتي وعيالي وبتاع. أول ما روحت مراتي بتقول له: الحق، شفت لقيت إيه؟ قال لها: لقيت إيه؟ أول ما روح قلت له: أنا بغسل القميص والبنطلون بتوعك مش عارف إيه، فلقيت جوا في الجيب اللي ورا ده 200 جنيه محطوطة. سبحان الله. قال لها: أنت بتتكلمي جد؟ قال: آه. قال: يا الله، ده مش بقى من جاء بالحسنة فله 10 أمثال، ده ربنا ضاعف كتير جد. فبقول يعني سجدت لله شاكرة، فقلت فعلا أخلف الله علينا خيرا. يعني بقول الخمسة جنيه جابت لي 200 جنيه والحمد سبحان لله. سبحان الله. نعم.